بكل الأبجديات أقدم شكري وامتناني إلى مجلس جماعة سيدي بليوط. شكرا للسيد الرئيس، شكرا للسيد نائب الرئيس، شرفتم هذا الحضور الجميل. هي شابة لم تتجاوز 20، تدرس الهندسة الكهربائية، ولكن تيار الشعر كان أقوى من تيار الكهرباء، فأجاءها إلى ضفاف الخليل، أجاءها إلى ضفاف الشعر الجميل، تمشي على خطو الكبار. كلما اكتمل لحوريتنا سماء بدر الإلهام، تمشي الهوينا تجلس على شاطئ بحر الخليل، تقارعه كؤوس الحرف حتى يستقيم الصدر ويثمل العجز ويعترف أنه متفاعل متفاعل متفاعل. هذه الشابة الجميلة تكتب في الشعر العمودي، وكأنما أرادت أن تجمع بين مدارج الكمال والجمال، كمال البحر وجمال المعنى، فأنشدت في غرض الحكمة على مقاس الكبار. قالت: سألت عمرا مائلا يجتاحني، كم عطرة تبني عفوا الأنا وتشيد، كم عطرة تبني الأنا وتشيد. وهي بين العلوم والأدب ترى القصيدة قمرا جميلا، وترى أن المحابر تعتقل حرفا يطالب بالانعتاق. تقول دائما في البحر الكامل: الطير ترجو همسة تتودد، بمحابر مسجونة تتعبد، أواه أين دفاتري حبر شكا، والقول من بعد السكوت مشرد. في مرفأ الروح اعتزلت قصيدتي قمرا جميلا والكواكب تشهد. هذا كلام سمية نسيم العنباري، من فضلكم رحبوا معي بهذا البرعم الشاب، أيقونة الشعر العربي في المغرب، أيقونة لابد أن يكون لها شأن في المستقبل. سمية نسيم العنباري فلتتفضل مشكورة. السلام على الحضور الكريم. إنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن نجتمع في هذا الفضاء في يومنا هذا، تكريما للشعر وتكريما للمرأة. قصيدتي بعنوان صليل الحرب. الطير ترجو همسة تتودد، بمحابر مسجونة تتعبد، أواه أين دفاتري حبري شفا، والقول من بعد السكوت مشرد. في مرفأ الروح اعتزلت قصيدتي قمرا جميلا والمواكب تشهد. سألت عمرا ما إلي يجتاحني، كم عطرة تبني الأنا وتشيد. يا رب هذا الكون رفقا بالأنا، فالنفس من هول الخطوب تعربد. يا رب هذا الكون رفقا بالأنا، فالنفس من هول الخطوب تعربد. تغتر بنت الدهر حين ويحها، كالنار تنفر ذا الحشا تتوقد. تغتر بنت الدهر حين ويحها، كالنار تأكل ذا الحشا تتوقد. لأحاسبن النفس إن يوما ترى أني وصلت لهامة أترصد. قولي لها أن الجليل موفقي في كل أمر راهن يتجدد. خطت على ورق البنفسج حلمها، ومضت تغازل فرقدي يتودد. من بوحها الميال ليلا أنجمي، باتت تراقص صبرها وتقلد. كانت نجوم العشق تشهد حالنا، كنا معا نحصي الخطى ونسدد. نمشي على بطن السحاب عرائسا، نمشي على بطن السحاب عرائسا، ونراقص الماء الجميل نغرد. هسا
لوصل مستنير خاطر عصماء ترمي شوقها تتمرد والنفس تقرع قبل حرب ما لها جمعت جيوش ممالك تتوعد هتفت لوصل مستنير خاطري عصماء ترمي شوقها تتمرد والنفس تقرع قبل حرب ما لها جمعت جيوش مماله تتوعد وأنا رفعت أكف صلح هاهنا لألاطف الحرف الذي يتنهد قلت استرح لا تتعب النفس التي من حبها جعلت أنيسا يسند قلت استرح لا تتعب النفس التي من حبها جعلت أنيسا يسند قال اسرعي أين الأنيس فما أنا بصبور طبع ناسك أتعبد حسبي أنا حرف له علل ولي أوصاف شخصي يا سمية تعهد صوت بداخل هيكلي رد الصدى دنف صدوق بالجوى يتردد قلت التزم حدا هناك ولا تنق فيراعنا ضم البيان يمجد مسكت عرى وطن الكرام نسوره دادوا عن الأرض ارتقى يتجندوا حب لأرض الخير يغمر خافقي ولأعملن بإذن ربي أسعد كيف استوى بسماء حلمي موطني كيف استوى بسماء حلمي موطني كيف ارتقى بسلاف عشقي نصفق عاليا لسمية نسيم العنبري كيف ارتوى بسلاف عشقي فرقد كيف ارتقت بالأفق رايته ترى حبا نما بين الجراح يضمد وطني وهت فيك العظام فما لها هل طالها زمن تعيك تستنجد أين العظام وأين علم دافق أين الأسود زئيلها يتوحد شوق بقلبي يا أنيس خواطري هز الكيان أنينه متوقد وطني وهت فيك العظام فما لها هل طالها زمن سعيد استنجد أين العظام وأين علم دافق أين الأسود زئيلها يتوحد ما لي أراك غزير دمع تشتكي والروح باكية هنا تتبدد هل خنتني يا حر أم غلب العدا لا تتركن بنحرنا من يرقد فأنا تعبت من الغرام وشده لما بدت أطياب شكي تقصد من ذا الذي أغرى الحسان بمدحه صح لا المدح في يخلد شكرا والمدح فيك يخلد يا خنساء الدار البيضاء تغني للحب تغني للأمل تغني للوطن هي سمية نسيم العنبري مرة أخرى أقول لكل السيدات الجالسات هنا أهلا بكنا نرحب بكنا أنتن في قلوبنا جميعا لكنا جميعا أقدم باقات ورد أضع على كل بتلة منها قبلة اعتراف وامتنان لك سيداتي كم جميل أن نعتنق ثقافة الاعتراف كم جميل أن نعتنق ثقافة الاعتراف فنقول لكل امرأة بأن المجتمع بدون امرأة هو جسد بلا روح وحتى لو وجد بالقوة فإنه لا يخرج إلى دائرة الضوء والرقي إلا بوجود امرأة وإنه لمما يثلج الصدر أن المرأة المغربية قد أبانت عن علو الكعب في كل منادح التقدم شاعرتنا مربية أجيال هي أستاذة اللغة الفرنسية فاعلة جمعوية
تشارك في حركات إنسانية متعددة، آخرها الحملة الوطنية لمحاربة داء السرطان. نحن نلقبها بالريشة الطائرة، لا بليم غوبيل، لكنها ثورة ضد آفات المجتمع كالفقر والتهميش والاضطهاد. هي تعشق أناشيد الصوفية وتتمثلها شعرا بلغة موليير. هي منسقة المشروع الثقافي 100 شاعر من أجل التغيير، والذي يتمخض عنه ديوان مشترك شاركت فيه، رونكونتر أو سومي بويم. مرسي مدام. تكتب أيضا بلغة غارسيا لوركا. من الصور التي تؤسفها مراكب الموت في بحور الهجرة السرية، وها هي تصلي من أجل تلك الأرواح، تلك الأرواح الملقاة قرابين لحلم الفردوس الأوروبي. تقول بلغة موليير، وأنا قرأت هذا سيدتي فمعذرة إن لغوت. صلي صلي من أجل أرواح أسلمت الروح وهي تقاوم الأمواج. صلي صلي لإنقاذهم من مرارة سكنتهم وامتصت الدماء. صلي صلي لتحمل الريح أصواتهم، دعاءهم، صراخهم إلى المدى. ثم تضيف: صلي من أجل مواساة عزيز لهم تركوه. الأستاذة نجية عبد الدايم، من فضلكم رحبوا معي بهاته سيدتي الكبيرة، cette grande dame qui va nous chanter dans la langue de Molière. Il va nous interpréter son poème sur الهجرة السرية. Merci beaucoup. Si je suis une grande dame, c'est que vous êtes un grand monsieur, un gentleman, et c'est grâce à vous que je suis devenue une grande dame. Même si je ne suis pas une grande dame, je suis une simple personne. Vous voulez Sabirid, il m'a dit. Ou فقط للذكرى. أنا اخترت هذه القصيدة لأن فوق في تلك القوارب، قوارب الموت، هناك نساء، هناك أطفال رضع. بري بري pour la paix de ces âmes qui ont rendu l'âme. إما جو شونط وإما نقرا. Prie, prie pour la paix de ces âmes qui ont rendu l'âme en se débattant contre les flots. Prie pour les désenvoûtés de cette amertume qui les a hantés et aspiré leur sang. Prie, prie pour que le vent emporte leur voix, leur doléance et leur cri au firmament. Prie pour ces êtres désespérés, fuyant Charybde pour tomber en Scylla. Prie pour que l'onde soit plus clémente pour leurs dépouilles. Prie pour que ces dépouilles ne se brisent pas, ne se déchiquettent pas contre les cruels barbelés, je veux dire rochers. Prie pour apporter une quelconque consolation à leurs êtres bien-aimés délaissés. Prie pour que la foi de leurs bien-aimés ne s'affaiblissent pas. Prie. Prie pour eux et pour les autres
et même pour toi. Toi, l'être ballotté par vents et marées, en quête éternelle de paix et de liberté, prie pour eux, pour toi et pour moi aussi. Être faible que je suis, malgré les ronces dans les buis, on me dit « Fuis, fuis, fuis !» Hélas, je ne puis, plume rebelle que je suis. Merci beaucoup. شكرا أستاذة نجية عبد الدايم. أنشدتنا صلاة لأولئك الذين تركوا الحياة من أجل الحلم الأوروبي الزائف. معنا أيقونة أخرى من أيقونات الشعر في بلدنا الحبيب، هي من الأوائل الذين وضعوا لبنات التأسيس رابطة المبدعين العرب. هي خريجة المعهد العالي للصحافة والإعلام، مديرة التحرير لمجلة المرأة المغربية وقبلها لمجلة سيتادين، تكتب باللغتين، لغة الضاد ولغة الضفة الأخرى، لغة مولير. معنا الأستاذة الخنوشي، من فضلكم حفيظة الخنوشي فلتتفضل إلى منصتنا مشكورة. حفيظة الخنوشي. تحية، السلام عليكم. تحية طيبة شعرية فنية، احتفاء بالمرأة والرجل كذلك. المرأة تمثل الشمس والرجل يمثل القمر، وهناك تباعد تنافر، هناك ضياء ضوء، لكن هم رفقاء درب واحد، سيمشيوا في نفس الدرب. صحيح أنا أتقن اللغة، لغة الضاد، لكن اليوم لأهمية هذا المقام وهذا الحضور فضلت، ولو أنني لا أتقن كثيرا اللغة العربية، ثالث محاولة لي باللغة العربية، ولغة الضاد غتعطيني أكثر باش نعبر على محبتي للوطن. أتعرف من أكون؟ يقولون أنا البركان النائم، حين يستيقظ يثور وينتفض، سيلان جارف حار ومتقلب، طوفان لا حدود لشبابه، شجبا للظلم والطغيان. يقولون أنا البحر الهائج في يوم عصيب وممطر، أنا الهواء، أنا الريح في يوم بارد وعاصف، لنفض الغبار الملتصق، أنا الشمس الدافئة، ضوء وضياء وأشعة فوق البنفسجي، أنا النسيم العليل، أنا النسمة العطرة للياسمين، للزهر والورد والريحان، أنا أنشودة المجد والهمم، رمز العطاء والسخاء، للتعايش موطن ووفاء، ألواني قوس قزح مرصعة بالأنوار والبيان، علمي في الأفق عاليا يغني الحب والوئام، في جميع الأقطار والأوطان أنا للقلب مهجة، للروح مسرة، للعين مهجة،
وللأحبة صلة وأرحام. فهل عرفت من أكون؟ أنا شجرة الزيتون والأرجان، فجر السلم والسلام، أنشودة المواطن والوطن. أنا الأرض الطيبة، فيها نبتة وبدرة، فيها ود وأمان، فيها مغرب وملك همام. حديث